أهلا بكم. من خلال وسمي بلاسخارت عدوة الإنسانية، والذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق خلال الأيام الماضية، عبر الناشطون والقوى الشعبية العراقية عن سخطهم وغضبهم من لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بعبد العزيز المحمداوي أبو فدك القيادي في ميليشيا حزب الله والمدرج على قوائم الإرهاب الدولية. واتهم الناشطون العراقيين بلاسخارت بالانحياز إلى القتلة من الميليشيات، وهي التي سبق لها اتهام المتظاهرين بقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة في العراق. كما اتهموها أي ناشطين اتهموها وبعثت الأمم المتحدة بتلقي رشن من الحكومة والأحزاب الطائفية الفاسدة نظير الصمت على الانتهاكات والجرائم ضد المتظاهرين في العراق. طبيعة دور الأمم المتحدة في العراق في ضوء لقاء ممثلتها بلاسخارت بأبو فدك القيادي في ميليشيا حزب الله هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية. هل فعلا أن بعثة الأمم المتحدة ورئيستها بلاسخارت منحازة إلى قتلة الشعب العراقي كما يقول الناشطون العراقيون؟ وما الجدوى التي يمكن تحقيقها من لقاء المسؤولة الدولية الرفيعة بأحد المتهمين الرئيسيين بقتل المتظاهرين وخطف المدنيين العراقيين؟ وكيف يمكن لمسؤولة دولية رفيعة أن تلتقي بشخص مدرج على قوائم الإرهاب الدولية؟ وما هي حقيقة اتهام البعثة الدولية بالفساد المالي وتلقي رشن من الميليشيات نظير الصمت على قتل المتظاهرين وخطفهم؟ وهل ما زالت الأمم المتحدة وبعثتها في العراق وسيطا نزيها وموثوقا به بين المتظاهرين وحكومة الميليشيات الطائفية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي ناجي حرج ثامر العلواني. كيف سيأمن متظاهرو ثورة تشرين الأمم المتحدة ويعتمدون عليها في التغيير المنشود بعد عشرات المواقف التي تظهر انحياز هذه المؤسسة الدولية للقتلة وتستفز عوائل الشهداء؟ جنين بلاسخارت الممثلة الأممية في العراق لا توقف تصرفاتها المثيرة للاستغراب بقدر إثارتها للغضب الشعبي والحذر من الدور الأممي في تعقيد أزمات العراق بدل حلحلتها. بلاسخارت ضيفة عند أحد أبرز المصنفين على لائحة الإرهاب الأمريكي عبد العزيز المحمداوي زعيم ميليشيا حزب الله والنائب لرئيس هيئة ميليشيا الحشد. بكل بساطة وبازدواجية واضحة لمعايير الإرهاب والدبلوماسية، بحثت بلاسخارت مع المحمداوي الواقع الأمني في العراق، ذاك الواقع المعقد بتوقيع هذا الرجل الحاضر في كل الانتهاكات والمسؤول عن مهاجمة السفارة الأمريكية في آخر يوم من عام 2019، فهو الملقب بالخال الذي كتب أتباعه اسمه على جدران السفارة الأمريكية بعد مهاجمتها. وقبل تلك الحادثة بأسابيع قليلة دون الأتباع اسم الخال على المرآب المطل على ساحة السنك بعد أن ارتكبوا مزرتي الخلان والسنك. بلاسخارت هذه هي التي ترفع التقارير عن العراق للأمم المتحدة، فمن أي مصدر تستقي معلوماتها؟ من زعماء الميليشيات الذين تلتقي بهم، أم بما يملي عليها تاريخها الحافل بقتل أبرياء قضاء الحويجة عندما كانت وزيرة الدفاع لهولندا المشاركة في التحالف الدولي؟ الدور الأممي في العراق منذ إرهاصات الغزو الأمريكي قائم على تزوير الحقائق وشرعنة الاحتلال، وبعد الاحتلال أكمل الدور بمحاباة الفاسدين وتجريء الميليشيات على ارتكاب الجرائم طالما أنها في قائمة الإرهاب الوديع في عرف الأمم المتحدة ومن يتحكم بقراراتها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في طبيعة وحقيقة دور الأمم المتحدة في العراق.
بعد اللقاء الذي أجرته رئيسة بعثتها في العراق بلاسخارت بالقيادي في ميليشيا حزب الله عبد العزيز المحمداوي المعروف بقيادي بأبو فدك، وموجة الغضب العارمة التي عقبت هذا اللقاء من قبل القوى الشعبية والمتظاهرين والناشطين العراقيين. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا من جنيف عبر سكايب الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، وأيضا سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثام العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، حياكم الله. نستأذن من الضيفين الكريمين دكتور رافع ودكتور ثامر هنا لنبدأ مع ضيفنا من جنيف الأستاذ ناجي حرج في الدقائق القادمة، لأنه لديه التزام مسبق نبدأ معه وننتهي يعني بعد أن يغادرنا مشكورا. أستاذ ناجي حرج مساء الخير أولا. مساء الخير، أهلا بكم. واضح أنه علاقة الأمم المتحدة بالعراق ليست يعني على مستوى يبدو جيد، يشوبها ربما غموض التباس، هناك اتهامات للأمم المتحدة في محطات تاريخية، غزو العراق، الحصار الدولي وما إلى ذلك، وما بعد 2003. بعد هذا اللقاء بين بلاسخارت والقيادة الميليشياوي في حزب الله عبد العزيز المحمداوي، ممكن النظر إلى دور الأمم المتحدة على أنه متواطئ متماهي صامت، في أي إطار يمكن أن نضع؟ نعم، أهلا بكم مرة ثانية. الدور حقيقة ملتبس جدا، يعني منذ كما أنت أشرت حقيقة منذ الحصار. السبب الرئيس أن الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت منذ عام 1990 تحت هيمنة، يعني خاصة مجلس الأمن الدولي هو صاحب القرارات المهمة المتعلقة بالوضع في العراق، ولا يزال لحد الآن هو المتحكم بهذه القرارات. فمجلس الأمن الدولي حقيقة أصبح منذ ذلك الوقت تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهما من رسما دور مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالوضع في العراق. ورأينا كيف أثناء الحصار الجائر كيف أن دائما المندوبين الأمريكي والبريطاني هما من يعيق أي عمليات تتعلق بتحسين الوضع أثناء الحصار، كان دائما يرفضان أي عقود وأي قضايا تخص حتى الوضع الإنساني في العراق، كان يرفضان حتى تقارير الأمم المتحدة. يعني نتذكر جيدا أن السيد هانس فون سبونيك الذي هو كان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق كان يرفع تقارير نهاية عام 1998 بعد أن رأى مستوى الوضع الصحي في العراق، وفيات الأطفال التي أصبحت بمئات الآلاف، وفيات الناس، الوضع في المستشفيات، كان يرفع تقارير إلى مجلس الأمن الدولي وكان يطالب بتخفيف الحصار. المندوبين الأمريكي والبريطاني طلبا منه أن يسكت، طلب منه أن يأخذ راتبه في بغداد ويسكت، وبالتالي استقال على الفور. وأيضا قبله استقال السيد دينيس هاليداي وممثلة أخرى، فبالتالي هذا هو الذي حصل. واستمر الوضع كما تتذكرون أثناء عمل أونسكوم، لجان التفتيش، كانت دائما السيطرة هي للولايات المتحدة والأمريكية، رسم دور الأمم المتحدة كما يريدان، كما هما يبغيان في دوائر الخارجية البريطانية والخارجية الأمريكية. حتى طبيعة القرارات، وأنا هذا سبق أن تحدث به أيضا، حتى طبيعة القرارات لو نأتي إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي اتخذت في عن العراق ونقارنها بأي قرارات أخرى، سنرى أن هنالك لغة مختلفة، لغة فيها كأنما هنالك شتائم، ولغة فيها يعني إساءات مستمرة في معظم هذه القرارات، ولغة لا تتوافق مع العرف الدبلوماسي ومع عمل المنظمة الدولية وطبيعة عمل هذه المنظمة في التعاون مع الدول. ولذلك استمر هذا الأمر بعد الغزو الأمريكي، أصبحت الهيمنة شبه مطلقة أستطيع القول، وهما من رسم الدور الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة في العراق. يعني القرار الأول الذي صدر
من مجلس الأمن الدولي كان القرار 1472 في 28/3، يعني كل الذي تضمنه هو أن يذكر الأطراف بدون التسمية. أشكرك على هذا الإيجاز التاريخي، لكن الوقت الحقيقة يعني ما يساعدنا كثيرا. الآن نتكلم عما يجري في العراق. رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق التقت بهذا القيادي الميليشياوي من ميليشيا حزب الله، وطبعا بعد الضجة أصدرت بيان وبررت هذا اللقاء بالقول إن الحيادة والاستقلال في صميم هو من صميم تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثة تتعامل ولا حرج لديها مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن بهدف تحقيق السلام. هل هذا التبرير مقبول؟ هذا اللقاء بهذه الصورة مقبول دوليا دبلوماسيا سياسيا؟ لا طبعا حقيقة غير مقبول، لا يمكن قبول أن ممثل الأمم المتحدة يلتقي مع شخص واضح جدا أنه هو قاتل وإرهابي داخل العراق، وأيضا موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية بغض النظر عن ذلك، لكن هو معروف جدا في كل التقارير التي نحن نتسلمها من المتظاهرين كانت توثق الأعمال التي يقوم بها هذا الرجل وغيره من قيادات الحشد الشعبي. وحتى لو يعني أخذنا كلام السيدة بلاس خارت على محمل الجد ودققنا القرارين اللذين يحددان طبيعة مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق، القرار 1500 الصادر في آب 2003 ثم القرار 1770 الصادر في آب 2007 الذي وسع كثيرا من مهمة الأمم المتحدة لكن حصرها تماما في الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، لم يتعداها إلى جوانب أمنية أو تتعلق بلقاءات مع أمنيين، حصرها بلقاءات مع الحكومة مع البرلمان مع منظمات المجتمع المدني، إدارة كل الأعمال المتعلقة بعمل الأمم المتحدة. هنالك أجهزة كثيرة من الأمم المتحدة موجودة في العراق، UNDP، اليونسكو، اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، كل هذا تتولى يونامي عملية تنسيق هذه الأعمال، المساعدات الإنسانية، الوضع الصحي، موضوع الانتخابات، هذا كله هو تتولى يونامي. أما أن يصل الأمر إلى أنه مقابلة أشخاص مجرمين قائدين قادة لفصائل مجرمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، فهذا أمر غير مقبول. وهذا المشكلة ليست بلاس خارت، أنا ذكرت ذلك، المشكلة هو كل هذا الطاقم الذين مثلوا الأمين العام في العراق كلهم قابلوا قادة الميليشيات، الأشخاص الذين سبقوها هم أيضا قابلوا قادة الميليشيات، وبالتالي هذا أمر مرفوض. يعني نحن نستغرب تماما واستغربنا في بيانات وفي لقاءات أن يقوم ممثل للمنظمة الدولية بمثل هذا العمل بدلا أن يطالب بالمحاسبة، بدلا أن يؤكد كثيرا على أن هؤلاء الأشخاص يجب أن لا يبقوا خارج نطاق العدالة، يتمتعون بحالة الإفلات من العقاب. ألا تعتقد أستاذ ناجي أن الأمم المتحدة من مهمتها في إطار إحلال السلام، تثبيت السلم الأهلي، في محاولة لتجاوز أزمات الدول، أن من مهامها أو من صميم مهامها أن تلتقي بالأطراف الفاعلة في أي بلد، الأطراف الفاعلة من أي أزمة، والآن الميليشيات طرف فاعل بل هو الطرف الأكثر فاعلية في العراق، ولا ضير من أن يلتقى بهم في محاولة لإيجاد حل ما لخروج إخراج العراق من هذه الأزمة وهذه المواجهة المفتوحة والمشتعلة بين الأطراف الحكومية ميليشيات وحكومة وبين الحراك الشعبي وبين الشعب عموما. قد يكون هذا يعني موجود في النقاش، لكن لنتساءل كيف أصبح هذا الطرف فاعلا في العراق؟ الميليشيات أصبحت فاعلة بالقتل، الميليشيات أصبحت فاعلة من خلال عمليات الإخفاء القسري الواسعة النطاق، الميليشيات أصبحت فاعلة من خلال سيطرتها على أموال وثروات البلد، الميليشيات أصبحت فاعلة من خلال تصديها للمتظاهرين السلميين واعتقالهم وتعذيب الكثير منهم. هذا لا يمكن أن نعتبره عمل فاعل يدعو الأمم المتحدة للتجاوب. العمل الفاعل هو عندما يكون في نطاق السلام، عندما يكون في نطاق التنمية، عندما يكون في سبيل
معالجة قضايا حقوق الإنسان عندما يكون في سبيل الوصول إلى حلول سلمية مع أطراف تنتهج هذا الفكر السلمي واحترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون. للأسف الشديد كل المبررات التي ممكن أن تساق لا يمكن القبول بها، يعني لا يمكن أن نقبل من الناحية القانونية والناحية الحقوقية أن نرى شخصا تلطخت يديه بدماء الأبرياء يجلس مع ممثل للأمين العام للمتحدة. هي لا تمثل شخصها بلاس خارت ولا أي ممثل آخر، هم يمثلون هذا الكيان الكبير الذي نحن كنا جزء منه، وأنها تمثل الأمم المتحدة والشرعية الدولية. هناك من يتحدث أن بلاس خارت بلقائها بهذا القيادي الميليشياوي وما يمثل من ميليشيات، هو أيضا رئيس أركان ميليشيا الحشد وقائد لميليشيا حزب الله، إنما الأمم المتحدة بهذا اللقاء إنما تضفي شرعية بين قوسين دولية على هذه التنظيمات والتشكيلات المتهمة بالقتل والخطف والتغييب القسري. فعلا للأسف الشديد قد يتراءى ويتخوف البعض، ومن حقنا أن نتخوف أن يفسر هذا على هذا اللقاء وغيره على أن إضفاء نوع من الشرعية على هؤلاء. لكن القانون الدولي واضح جدا، القانون الجنائي واضح جدا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أي لقاء عابر من هذا القبيل أو أي اجتماع أو حتى لو بيان أو أي شيء ممكن أن يعفي من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من الملاحقة القضائية. لا يمكن أن تضفي أي شرعية، يعني بلاس خارت نفسها لا تمتلك، ولا أي شخص بالأمم المتحدة لا يمتلك استثناء أي شخص قد ارتكب أو اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مهما بلغت علو مكانة ممثل الأمم المتحدة في هذا الشأن. نعم، الآن هناك نقاشات ضمن أروقة الأمم المتحدة لمناقشة وبحث ملف الإخفاء القسري، وهذا القيادي الذي التقته ممثلة الأمم المتحدة في العراق عبد العزيز المحمداوي أبو فدك متهم رئيسي بقتل المتظاهرين وبإخفاء قسري لآلاف المدنيين في جرف الصخر، في الصقلاوية، في الرزازة، في محافظة صلاح الدين وما إلى ذلك. كيف يمكن أن تفسر هذا التناقض الأمم المتحدة في مواقفها تناقش ملف الإخفاء القسري في العراق ورئيسة بعثتها تلتقي بالمتهم الرئيسي بالإخفاء القسري لآلاف المدنيين؟ هذا يعود إلى طبيعة المهام لكل جزء من أو منظمة من منظمات الأمم المتحدة. يعني بلاس خارت مهمتها تقع في الجانب السياسي وحقوق الإنسان وغيرها، يعني وطبعا كما قلنا للأسف لقد تعدت هذا الجانب. أما في الأمم المتحدة فقد جرى نقاش مهم جدا، يعني ضمن لجنة الاختفاء القسري، اللجنة المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات منع الاختفاء القسري، جرى هذا النقاش يوم 5 و7 تشرين أول الجاري هنا في جنيف، وتناول الموضوع بكل حرفية. يعني هذا الفرق الكبير الذي نراه بين أجهزة الأمم المتحدة. هذه اللجنة لأنها لجنة خبراء بعيدة عن السياسة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية، بعيدة عن التأثيرات السياسية، ناقشت الموضوع بكل حرفية، وكنا من المنظمات التي قدمت تقارير موثقة جدا عن كل حالات الاختفاء القسري التي جرت في العراق وفي المناطق التي ذكرتموها، وثبتنا كل الأسماء، وجرى نقاش بيننا وبين اللجنة على هذه القضايا، وثم بعد ذلك جرى نقاش مع وفد العراق، وقدمت أسئلة مهمة جدا حقيقة تتعلق بمسائل الاختفاء. ومن القضايا المثبتة طبعا هو الميليشيات وقادة هذه الميليشيات، مثبتة كلهم بالأسماء وبما قاموا به من انتهاكات تتعلق بعمليات الاختفاء القسري لمئات الآلاف من الأشخاص، وكذلك تهديدهم لعوائل الضحايا ومنعهم من اتخاذ أي إجراءات حتى لو كانت إجراءات قضائية بسبب هيمنتهم على السلطة القضائية في العراق. شكرا للأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، كان معنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. شكرا جزيلا للأستاذ ناجي.
نعود إلى ضيوفنا دكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر، ويسامحونا على هذا ربما تأخرنا عليهم شوية بس بسبب التزام أستاذ ناجي. دكتور رافع الفلاحي، بعد لقاء بلاسخارت بهذا الميليشياوي عبد العزيز المحمداوي، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أصدرت بيان قاسي ولادع، اتهمت الأمم المتحدة أنها منحازة إلى قتلة الشعب العراقي، وهي ليست وسيطا نزيها بين الشعب وحكومة الميليشيات. بلغنا هذه المرحلة أن الأمم المتحدة في خندق القتلة فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي هكذا من البداية حقيقة، ومهما كان مثل ما وصفته البيان قاسي أو لاذع، فهو لا يشكل إلا يعني جزءا بسيطا من تأثيرات الأمم المتحدة في تسويغ وإعطاء الشرعية لكل هذا النظام الموجود بالعراق، والذي أساء للعراقيين وبدد أموالهم وخرب العراق. فالأمم المتحدة الحقيقة إذا ما ردنا واقع الحال سنجدها جزء، يعني جزء من هذا الذي يحصل في العراق. هي مشتركة في الجريمة التي حصلت في العراق، سواء قبل الاحتلال مثل ما تكلم ضيفك الأستاذ ناجي حرج في قضية الحصار، أو بعد احتلال العراق كانت جزءا منه. وكانت ولو كانت يعني مثل وصف بلسخارت نحن حياديين ومستقلين، نعم، وهي تقصد الأمم المتحدة، نعم، إذا كانت الأمم المتحدة حيادية ومستقلة، فكان إذا هذا الوصف وهو وصف غير حقيقي، لو كانت حيادية لكانت وصفت الوضع العراقي على حقيقته، لما كانت طبلت للوضع العراقي واعتبرت وضعا ديمقراطيا واعتبرت العراق وساندت كل هذه الحكومات التي تعرف هي أنها فاسدة مدمرة مستهدفة للشعب، دمرت العراق، أدت إلى ضياع استقلال العراق وسيادته، كل هذه الأمور تشرف عليها الأمم المتحدة. ولو كانت مستقلة فعلا لكانت قد نأت بنفسها عن هذه الحكومات ولا أصدرت بيانات شديدة اللهجة تجاه هذا الوضع ولن تقبل به. ولو راجعنا كل البيانات التي أصدرتها، يعني أصدرها هذا المكتب الذي يمثل الأمين العام للمتحدة يونامي، واللي بلسخارت الآن ترأسه وقبلها رأسه كثير من المشكوك في ذمتهم، وكوشنر وغيره كانوا يعني حتى بياناتهم وكأنها تعبر عن وكأن موظفينهم لدى الحكومة يعبرون عن وجهة نظر الحكومة، وكانوا يقفون معها في كل تصرفاتها وفي كل قراراتها، وهي قرارات وتصرفات رفضها الشعب العراقي وأصلت العراق بعد 17 سنة إلى ما وصل إليه العراق. فبالتالي المنظمة الدولية منذ تأسيسها هي ليست منظمة نزيهة، ليست منظمة عادلة، ليست منظمة حيادية حقيقة الحال. لذلك في تأسيسها وضعوا مجلس الأمن في ناحية، وضعوا الجمعية العامة، يعني الأمم المتحدة المجلس الأمن يتصرف كما يريد وهو الحاكم، والولايات المتحدة هي الطرف خاصة بعد عام 1990 مثل ما تحدث الأستاذ ناجي، كان النظام الدولي الجديد وأمريكا تقود النظام الدولي الجديد، ولا بأس أن تعطي للآخرين أدوارا معينة حتى في مجلس الأمن يعضد دورها في أن تكون هي القوة رقم واحد، يعني حتى في النقاشات ورفض هذا القرار أو الاعتراض عليه، أو كانت هذه أشبه بتمثيلية حتى في القرارات التي لا تخص العراق في كل العالم كانت أشبه بتمثيلية، وبالتالي تصب في سلة أمريكا وسلة القوة الوحيدة. وأعطوا للجمعية العامة، والجمعية العامة في كل سنة تعقد اجتماعاتها في أيلول وتشرين أول كما أعتقد، ويذهبون الرؤساء الدول إلى هناك ليلقوا خطابات لا أحد يسمعها ولا تفيد ولا تغني عن شيء، لكنها مجرد استعراضات ليس أكثر، مجرد استعراضات. ونفس الخمسة الدائمين في الأمم أيضا يلقون خطابات في هذه الجمعية العامة، وهذا متنفس لهم لكي يذهبوا إلى الأمم المتحدة ويدفعوا اشتراكاتهم. وبالتالي هذه المنظمة مملوكة إلى الولايات المتحدة، وهي جزء من الخارجية الأمريكية وتعبر عنها. لكن أن تكون الأمم المتحدة مثل ما تصفها بلسخارت أنها حيادية ومستقلة، هذا أبعد وصف عن هذه، بدليل أنه بلسخارت وغيرها، وحديثنا عن بلسخارت، لم تقف مع الجماهير حتى في بداية التظاهرات. لو نذكر بداية ثورة تشرين، بلسخارت عندما نزلت إلى المتظاهرين وجلست معهم في التوك توك وشاهدنا، والمتظاهرين كانوا يعتقدون أنه ممكن هذه المرأة التي تمثل، مو لكونها مرأة وكونها
تمثل الأمم المتحدة التي يمكن أن تبحث عن مصلحة العراقيين وكذا، وبالتالي ذهبت لتصدر بيانا يعني ربما كان أسوأ من بيانات الحكومة، يعارض الحكومة وضد، وبالتالي تطور الأمور جبرها أن تذهب باتجاه معين. بل هي فقط اتهمت المتظاهرين بأنهم يقطعون الطرقات ويقتلون مصالح الناس والبنية التحتية في العراق، فبالتالي هي جزء من الحكومة، وواضح جدا جدا. لماذا وأنت تسأل كمراقب كإنسان عادي كعراقي بسيط، تسأل ما الذي يجعل هذه ممثلة الأمم المتحدة؟ وهذا السؤال مهم جدا. هذا السؤال هو التالي، إن أجل بعد الفاصل أستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام لنذهب إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في دور طبيعة وحقيقة دور الأمم المتحدة في العراق عقب لقاء بلاس خارت بالقيادي الميليشياوي عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك. ضيف طاولة كان معنا الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف لدول العدالة، ودكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر مرحبا بك معنا، وسامحنا تأخرنا عليك كثيرا. حياكم الله أخي الكريم. لا الله يعينكم. دكتور، بلاس خارت اجتمعت بقيادي ميليشياوي في العراق هو أبو فدك زعيم ميليشيا حزب الله، قالت أنه هذا اللقاء لخدمة القضية في العراق، وأيضا يندرج ضمن إطار اللقاء بكل الأطراف الموجودة في العراق. ما الجدوى المتوقعة من هكذا لقاءات بين البعثة الدولية وبين أشخاص متهمين بالقتل بالخطف بالتغييب القسري؟ هل ثمة جدوى يمكن أن تتحقق فعلا؟ تحية لك أخي الكريم أستاذ ماجد والدكتور رافع والأستاذ ناجي الذي غادرنا قبل قليل. أهلا وسهلا. بداية كان المفترض من مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يكون لها دور فعال في تحسين الوضع في العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإنسانيا، وأيضا كان المفترض بمنظمة الأمم المتحدة أن يكون لها دور فعال في إنهاء الاحتلال الأمريكي والتواجد الأمريكي في العراق، لأن الأمم المتحدة كما ذكر الدكتور رافع، إن كنت لم أسمع كلام الأستاذ ناجي كثيرا، الأمم المتحدة متسبب رئيسي في احتلال العراق، لأنها عندما فرضت على العراق حصار خانق وجردته من كل مقومات الدفاع عن الوطن والدفاع عن الشعب، واستمرت بإنهاء العراق من خلال قراراتها الجائرة والمجحفة بحق العراق والشعب العراقي. هذه القرارات وهذا الموقف وهذا القوانين اللي فرضتها العراق تراجعت أمام اتخاذ قرار الحرب واحتلال العراق من قبل الأمريكان، من قبل الإدارة الأمريكية. هذه الخطوة والتراجع يشير إلى أن قرار الحرب هو ضمن لعبة تبادل الأدوار المكشوفة، وعندما احتلت أمريكا العراق لم يسمح للأمم المتحدة العمل على إنهاء التواجد الأجنبي بالعراق، بل إن الإدارة الأمريكية جعلت عمل الأمم المتحدة محدود ومقتصر على جوانب معدودة كما ذكر الأستاذ ناجي، وضيقة، لأن الأمريكان هم أصحاب القرار الرئيس في احتلال العراق وتأسيس النظام السياسي البائس فالذي أصبح يذعن بالولاء لأمريكا وإيران.
هي من تهيمن، أمريكا هي من تهيمن على القرارات الأمم المتحدة، وهي من تهيمن على قرارات مجلس الأمن، خصوصا فيما يتعلق بالعراق. وهذا يجعل من بعثة الأمم المتحدة في العراق تعمل على جوانب محدودة، منها الجانب الإنساني، منها المصالحة بين الكتل والأحزاب السياسية المتشاكسة فيما بينها في العملية السياسية، وموضوع المناطق المتنازع عليها، والعمل على الملف الكويتي العراقي سواء فيما يتعلق برسم الحدود أو فيما يتعلق بالمفقودين ورفاتهم، ملف الديون، وأيضا الدعم الفني للعملية السياسية في العراق. هذا كان عملها سابقا، وكان هذا المحددات التي فرضتها أمريكا على بعثة الأمم المتحدة في العراق. لكن اللافت للنظر، وخصوصا في الآونة الأخيرة، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق أصبحت بريد لإيصال الرسائل ووسيط بين الإدارة الأمريكية وبعض الجهات الإرهابية الموالية لإيران، منها اللقاء بأحد زعماء ميليشيا حزب الله، وأيضا بينها وبين السيد السيستاني في النجف، حتى لا يدخلوا هذه الأطراف في حرج أمام الرأي العام. ومن هذا يمكن أن نفهم أن القرارات والتصريحات الأممية الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تدين الأداء الأمريكي في العراق، ولا يمكن لها أن تخالف أو تعارض السياسات المرسومة والإجراءات الأمريكية في العراق، لأن قرار مجلس الأمن الدولي أصبح الآن أسير للقرارات والإدارة الأمريكية. مع أن اللافت للنظر أنه قوات متعددة الجنسيات في العراق هي موجودة منذ غزو العراق، فما يجري الآن من تصريحات ومن لقاءات لمبعوثة الأمم المتحدة في العراق هي تدخل ضمن إطار أنها تبع لقرارات الإدارة الأمريكية، وبالتالي قرارات الإدارة الأمريكية ليست ضد الميليشيات، وليست ضد العملية السياسية، وليست ضد الحكومات المتعاقبة، بل هي تدعمها. فبالتالي هذا ينتج أن ما يجري من تحركات لبعثة الأمم المتحدة في العراق هي تخضع لأوامر وتوجيهات أمريكية، وبالتالي هي لا تخدم مصالح الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي منذ أول أثبت ذلك المظاهرات، منذ أول انطلاقها هي ضد العملية السياسية، وجاءت لإنهاء العملية السياسية مظاهرات تشرين. ورأينا كيف أن بعثة الأمم المتحدة وتصريحات بلاسخار كانت في سواء في حكومة عادل عبد المهدي أو في حكومة الكاظمي هي تدعم الحكومة وتؤيد قرارات الحكومة. فإذا لا يمكن أن ننتظر من بعثة الأمم المتحدة في العراق أي خطوة جدية حقيقية لنصرة المتظاهرين والشعب العراقي، وإنما هي تخضع لسياسات أمريكية التي هي في الأصل داعمة للحكومة العراقية. نعم دكتور رافع، بالعودة إلى هذا اللقاء المثير للجدل والمشبوه، يعني الحقيقة اللجنة المنظمة للتظاهرات وصفته بالمشبوه والمشين، يعني كيف لمسؤولة دولية رفيعة بهذا المستوى، رئيسة البعثة الدولية في العراق، أن تلتقي بأحد المتهمين، بل مثبت هذه التهم على هذا الشخص بالقتل، بقنص المتظاهرين، بالإخفاء القسري، بالتهجير، بالتطهير العرقي والطائفي وما إلى ذلك، يعني كيف تبررها الأمم المتحدة سياسياً قانونيا دبلوماسيا؟ وإذا كانت الأمم المتحدة التي تقول أنها تعمل على ملاحقة القتلة وعدم الإفلات من العقاب ومنتهكي الحقوق، حقوق الإنسان وما إلى ذلك، كيف تلتقي بهذا الشخص؟ وهل يمكن أن تلتقي بأحد رموز قوى الإرهاب المعروفة دوليا، أم أنه إرهاب يختلف عن إرهاب؟ وهذا جزء من يعني التناقض اللي موجود، واللي عبر عنا البيان الذي صدر لتبرير هذه، يعني عندما ثارت ثائرة الناس والناشطين وظهرت كل هذه البيانات اللي تحدثت عنها وردود الأفعال على لقاء بلسخارت بأبو فدك. نعم. هذا الميليشياوي المعروف القاتل، التبرير كان مضحك إلى درجة يعني لا ممكن اعتباره استهزاء بعقول الناس للدرجة الرثة في طرحها، عندما يقول انه احنا، تقول بلسخارت انه احنا مستقلين ونحن حيادين ويحق لنا ان نلتقي بكل الاطراف الفاعلة. نعم. طيب اذا كان هذا الموضوع لفترات طويلة كانت داعش طرف مؤثر
في المعادلة الموجودة أمنية وسياسية واجتماعية في العراق؟ هل كان الأمم المتحدة ستسعى للقاء مسؤولين في داعش وتجلس معهم بالطريقة التي جلست معها؟ هل من ممكن الأمم المتحدة التي تعمل في كل العالم بعيدا عن العراق أن تذهب وتجلس مع تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية الذين يتحكمون في السياسة، يتحكمون حتى بالانتخابات ووصول الرؤساء إلى كراسي الحكم؟ هل من المعقول أن تذهب الأمم المتحدة لتجلس معهم من باب الحيادية والاستقلال والمرونة؟ هذه أنت تصفين عناوين كبيرة يجب أن تتمتع بها الأمم المتحدة، هذه غير موجودة الحقيقة. فكيف يمكن أن نطبق هذا على واقع الحال؟ يعني كيف يمكن أن تقنعي العراقيين أنه أنت لقائك مع هذا الشخص بهذا الشكل؟ طيب، وقالت أنه خلي أقاطعك. نعم، هذا الشخص مسؤول عسكري، جزء من هيكل عسكري يتبع لحكومة الأمم المتحدة تعترف بها، مضفات عليها الشرعية إقليميا ودوليا. هنا الأمر مختلف. نعم، هذا ما كنت أريد أن أوصل إليه. نعم، عندما تقول أنه كل الأطراف الفاعلة، طيب هذا رئيس لديه عنوان. نعم، يقول رئيس أركان الجيش الحشد الشعبي. والحشد الشعبي الحكومة تقول أنها مؤسسة تابعة لنا وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء. نعم، فطيب أنا كأمم متحدة هل ألتقي مع رئيس الوزراء والحكومة للحديث معهم عن شأن الحشد الشعبي، أو حتى بلقاء رئيس الحشد الشعبي ربما، وكان سيثير أيضا زوبعة لماذا تلتقي بالحشد الشعبي؟ يعني هل من إذا كانت الأمم المتحدة مثلا تهتم بالأمور الإنسانية والأمور الحياتية في العراق وتهتم في التربية والتعليم في العراق، أن تذهب للقاء مثلا، مع احترامي لكل المناصب، مدير تربية قضاء الرفاعي مثلا لأنها تهتم بالتعليم بالعراق وتجلس معه وتبرر لنا، تقول أنا ولا تلتقي بوزير التربية أو مسؤول الكلام غير منطقي وغير مقبول، وهذا ضحك على العقول. لا يمكن لأهل العراق، أنت لا تتكلمين مع الشعب جاهل، تكلمين مع الشعب من أرقى الشعوب وأذكى الشعوب. ثانيا، وهي القضية المهمة، كيف تختار الأمم المتحدة موظفيها لمثل هذه المناصب؟ كيف تختار؟ الأمم المتحدة مثل ما هو معروف لديها مكاتب متخصصة، وكل مكتب متخصص في جهة معينة بجزء جغرافي معين بمجموعة من الدول بأنظمة معينة، وفي هذه المكاتب هناك خبراء وهناك مراكز دراسات وهناك سفراء وهناك، طيب عندما يختارون أحدهم للذهاب إلى غواتيمالا يجب أن يفهم بغواتيمالا، عندما يختارون واحد للذهاب إلى جزر القمر، إلى ما أعرف وين، موريتانيا، إلى سيشيل، إلى أي مكان في العالم، يختارون الشخص المناسب. ما الذي يجعلهم يختارون بلس خارت للعراق؟ لماذا بلس خارت كانت وزيرة للدفاع في الحكومة الهولندية ومتهمة بقتل في وقت موافقة على قرار بقتل 70، وبعد هذا بأربعة أيام قصف بيت أيضا بالموصل واستشهد 4 ناس أم مدنيين ليس لهم علاقة، والحكومة الهولندية اعترفت فيما بعد بتحقيقات لها، الوزيرة الدفاع اللاحقة اعترفت أنه هذا خطأ كبير وقالت ممكن أن نعوض هذه العوائل نساعدها ما أعرف شنو، واتهموها وطردت المنصب. طيب أنت لماذا جئت بها؟ أولا جئت بها أنت تجعلها سفيرة، فهذا تكريم معنوي كبير، سفيرة بالأمم المتحدة، وتكريم مادي لأن تأخذ مرتب كبير، والتكريم المادي الأساسي تأخذه من الحكومة العراقية لأنها تصدر بيانات باسم الحكومة العراقية، تتكلم باسم الحكومة العراقية، وهذا لا يقتصر على بلس خارت، هذا كل ممثلي مكتب الأمم المتحدة في العراق، كل الذين مثلوا للأمين العام للأمم المتحدة للعراق كانوا جزءا من الحكومة ولم يكونوا جزءا من الشعب، لم يصدر. لذلك أنا قلت الراجع كل البيانات التي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة يونامي طوال هذه الفترة من 2003 لحد الآن، ستجد من تشكيل المكتب عفوا لحد الآن، ستجد أن كل البيانات التي صدرت ليس فيها ما هو في صالح العراق إلا في بعض الأجزاء البسيطة التي فيها كلام يمكن أن يفسر هكذا وهكذا، وممكن أن فيه مجاملة لسحب أطراف معينة مثل ما حصل مع بلس خارت. فإذا لا يمكن لبلس خارت أن تعمل كوسيط، لا يمكن إلا
إلا إذا الحكومة هذه ليس لها شخصية. يعني هو المفروض حتى عندما تقول أنا ألتقي بكل الأطراف، كان الحكومة تبعث على بلسخار تقول لها على أي أساس أنت تذهبين إلى رئيس أركان ولا تذهبين إلى القائد العام قوات المسلحة المسؤول عن الحشد الشعبي؟ لماذا تتحدثين معه عن داعش وكيف نواجه داعش؟ البيان الحشد الشعبي هكذا قال، قال جاءت لتناقش كيف نواجه داعش والأمن بالعراق. كيف تتحدثين؟ أنت وسيطة لمن؟ وسيطة أمريكية؟ الوساطة الأمريكية مع الحكومة. إذن أمريكا لا تعترف بحكومة في العراق، هناك أطراف مشتتة وهي تلعب هذه اللعبة، وبلسخار جزء من هذه اللعبة. إذن هي ممثلة غير نزيهة، لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الوثوق بخطواتها، لا هي ولا الأمم المتحدة. نتحدث عن دوافع هذه المواقف، هل هي لأسباب سياسية؟ هناك اتهامات بالفساد لبعثة الأمم المتحدة. دكتور ثامر العلواني، يعني هذا اللقاء الذي جرى بين طرف فاعل وهو ميليشيا الحشد في العراق، من يمسك العراق الآن عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا هو ميليشيا الحشد بلا شك، وهذا اللقاء بين هذه الشخصية الميليشياوية والبعثة الدولية، هل يتوقع أن ينعكس إيجابا على مسار المواجهة الشعبية، المواجهة بين الحراك الشعبي في العراق المتظاهرين والحكومة، بحيث قد نرى تعاطيا حكوميا مختلفا، ليس بالقنص، ليس بالقتل، ليس بالتغييب القسري والخطف وما إلى ذلك، ممكن نرى مسارا آخر، تعامل آخر مختلف بعد هذا اللقاء؟ قطعا لا يمكن، والدليل أنه اللقاءات هي ليست جديدة. نعم. وهذا هي كما صرحت أنه اللقاءات كانت في الخفاء على مدار السنين الماضية مع هذه الجهات ولم يتغير شيء، القنص موجود، القتل موجود، التغييب موجود، كل شيء موجود. بس خلينا نؤكد على مسألة، أنه بعثة الأمم المتحدة في العراق الصلاحيات الممنوحة لها من أمريكا والإدارة الأمريكية في العراق هي خاضعة ومحدودة لأمور ليست بيد البعثة الأممية في العراق، ولذلك لا يمكن لها أن تحقق شيئا في خدمة العراق، لأنها مرتبطة بأمور تتحكم بها أمريكا وإيران. فمثلا من الأمور الممنوحة لبعثة الأمم المتحدة في العراق إعادة البناء والإعمار، وهذا لا يمكن تحققه لأنه مرتبط بالأمن والأمان وهو غير موجود. ميليشيات الآن تصول وتجول في البلاد، تعتقل، تختطف، تقتل، ولا هناك، ليست هناك لا محاسبة ولا إجراءات قانونية في إلقاء القبض على من يفعلون هذه الجرائم. أيضا المساعدات الفنية من الأمور التي منحت للبعثة الأمم المتحدة، المساعدة الفنية في العملية السياسية، وهذا لا يمكن تحققه أيضا لأن القرار السياسي هو أيضا يأتي من خارج الحدود العراقية، وهذا يستلزم عدم قدرة الأمم المتحدة على التأثير على السياسيين والأحزاب الموجودة في العراق. مثلا ملف المصالحة أو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء كما يقولون، كلام فضفاض وعام ولا يعطي البعثة أو ممثلة السلطة التدخل في مجريات الشأن السياسي. إذن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب العراقي أن الأمم المتحدة ليست لديها مساحة للعمل في العراق، ولا يسمح لها في العمل إلا ضمن المحددات الأمريكية والإيرانية، وأيضا دخل الآن طرف ثالث ومؤخرا وهي الميليشيات. ولكن المشكلة أن هذه المنظومة الدولية الكبيرة أصبحت تعمل بريد اتصال فقط، توصل الرسائل وتلمع عمل الحكومة والدعم باستمرار العملية السياسية بأي شكل من الأشكال، بمعنى أنها لو بقيت على عملها الأول وهو غير مجدي أيضا في إعادة الإعمار والعمل الإنساني كان يمكن أن يقبل منها وإن هذا متعذر، ولكن دخولها كمحلل لجرائم وانتهاكات المنظومة العملية السياسية والحكومة هو ما جعلها في موقف لا تحسد عليه. ملفات مهمة كان المفروض ببعثة الأمم المتحدة في العراق أن تتبعها وأن تحاول أن تجد لها حلول ضمن الغطاء الدولي والتحول والتخويل الأممي، مثلا ملفات إنسانية بحتة، ولكن للأسف بعثة الأمم المتحدة في العراق هي تبحث فقط عن مصالحها الشخصية الضيقة، لأنها تعلم أن من يأتي للعراق لا يمكن أن يصلح شيئا في ظل الأوضاع الحالية والعملية السياسية وتحكم أمريكا وإيران بالشأن العراقي. ولذلك ترى أن أي مسؤول في البعثة الأممية يستغل الفساد الموجود وتفشي الفساد والسرقة في العراق من قبل الحكومات وأحزاب السلطة
ويحاول أن يبرر جرائمهم، بالمقابل هو سوف يحصل على أموال كبيرة. أشكرك. لأنه باع ضميره. هذه نقطة مهمة، اسمح لي خليني أحيلها إلى دكتور رافع، لأن هي نقطة مؤجلة في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة. دكتور، هناك اتهامات كبيرة وخطيرة لبعثة الأمم المتحدة بتلقي الرشا، وأن البعثة جزء من الفساد المالي الموجود في العراق، مقابل الصمت على الجرائم، مقابل الترويج أو تبني موقف الحكومة وإضفاء مزيد من الشرعية. والقضية لا تتعلق بحقبة بلاسخارت، ترجع إلى كوشنر الألماني وإلى أيضا الذي كان روماني قبلها. فعلا الأمم المتحدة قد يعني هذه البعثة تذهب بهذا الاتجاه، تكون شريكة في الفساد؟ أين الأمم المتحدة المقر الرئيسي؟ أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال الحقيقة، حتى لو لم ترى الرشا اللي يأخذوها التي يحصلون عليها، لكن واضح الحال عندما تسأل لماذا هذه البعثة، هذا المكتب يتصرف بهذا الشكل في وضع واضح لا يحتاج إلى أدلة. الوضع واضح والشعب العراقي كله في الشوارع، على الأقل هذه الثورة من سنة الشباب كله في الشوارع يتهم، واللافتات وهتافات كلها تتهمهم كلهم بالفساد وتطالب بإزالة العملية السياسية وحسابها كلها. والوضع العراقي لا يحتاج إلى أدلة، الوضع العراقي من سيء إلى أسوأ 17 سنة، لا كهرباء ولا ماء ولا تعليم ولا خدمات ولا صحة ولا كل شيء، والأمم المتحدة شاهد عليه. طيب عندما تكتب الأمم المتحدة تقارير تمجد بهذا الوضع، تمجد بالحكومات، ماذا تسمي هذا؟ كيف صدرت هذه التقارير؟ إما أن يكون ممثل هذه الأمم المتحدة أهبل ولا يعرف شيئا ومجنون ويعني خارج الزمن وخارج التفكير، وهذا مستبعد، أو أن يكون مقتنع بهذا الموضوع، وإذا اقتنع بهذا الموضوع فهو أيضا فيه خلل عقلي، أو يكون مرتشيا وقابل بهذا الوضع، هو جزء من قناعة بهذه الطبقة السياسية، وعندما يكون مقتنع بهذه الطبقة السياسية منتمن إليها. وإذا لقاء ماذا؟ لقاء فكر، يعطوه فكر لكي يزيد فكره، أم ماذا؟ يعطوه دفعة مادية أم ماذا؟ إذا يعطوه أموال، وهؤلاء مشهورين بالفساد والخراب ونهبوا كل أموال العراق. هل يقفون عند ممثل الأمم المتحدة الذي يخدمهم إعلاميا في العالم كله ويخدمهم في المجتمع الدولي ولا يعطونه؟ ما كوشنر وغيره هو وزوجته كانوا يكسبون من هذه الأموال، وبالتالي عندما يخرجون هؤلاء يذهبون إلى التقاعد وهم مرتاحين بمبالغ كبيرة. هناك سفراء كثيرين في الجامعة العربية وغيرها والأمم المتحدة كانوا يقولون لهم اذهبوا إلى العراق واجلس في المنطقة الخضراء واقضي وقتك وتمتع بالمبالغ بالدولارات واذهب وابني حياتك، هكذا كانوا يريدون، والشرفاء منهم رفضوا. هذه هي الحقيقة. بالتالي يعني لا يمكن قبول هذه القضية، يعني أكيد فيها فساد وفيها. وأعود مرة أخرى وأقول لماذا يأتون بشخصية مثل بلاسخارت أو كوشنر أو للعراق؟ ما علاقتهم بالعراق؟ ما مدى مفهوميتهم للعراق؟ يعني أنا تكلمت على المكاتب ومتخصصين، لماذا لا يأتون بواحد شخصية عربية، بشخصية آسيوية، شخصية ما أعرف منه، ملما بقضية العراق، يفهم العراق جيدا، يتعامل مع الشعب العراقي، يفهم مصيبة العراق، خارج هذا النطاق والأمم المتحدة فيها أكثر من 10,000 سفير، أكثر ربما. ممثلي الجامعة العربية الذين كانوا في بغداد كانوا أفضل حال من الممثلين الدوليين. ربما، أكيد جزء من عندهم. يعني يجب أن نذكر الآن السفير مختار لماني. نعم. عندما رفض هذه المهمة، عندما وصلت إلى حد التزوير رفضها. قال لا أريد لا المرتب ولا الشعب العراقي يقتل، وأنتم تريدوني شاهدا على مقتل الشعب العراقي وتدميره وخرابه، ولذلك هددوا بالقتل وهذه الحكومة وغادر. وهو مرفوع الرأس ومفور الكرامة والشرف، هذا واقع الحال حقيقة. أما أن تأتي بلاسخارت وغيرها وتكذب على الشعب العراقي بهذه الطريقة، نحن حياديون، نحن مستقلون، نحن نحاور كل الأطراف، كذبة كبيرة، لا يحاورون كل الأطراف. وهذا يجعلني أقول في النهاية أنه على المتظاهرين مثل ما يرفعون شعارات بإنهاء العملية السياسية وطرد كل المسؤولين فيها، عليهم أن يطالبوا أيضا بطرد الأمم المتحدة وطرد بلاسخارت وكل هؤلاء الوجوه الكالحة التي تؤيد والتي تدافع عن الباطل بهذه الطريقة، والتي تعطي للباطل شرعية. أبو فدك قاتل ومعروف واسمه رفع في يعني دعنا من السفارة، كتبوا على السفارة، لكن في جراج السنك وفي تظاهرات التحرير رفعوا اسمه ويطالبون بثأرة وقتلوا الناس باسمه. كيف تجلسين معه لمناقشة قضايا أمنية؟
دكتور ثامر، هل تعتقد أنه البعثة الدولية الأمم المتحدة في العراق قد خسرت نفسها، خسرت سمعتها، خسرت مكانتها بهذا اللقاء، ولم تقدم شيء لا لقضية المتظاهرين ولا للقضية العراقية عموما؟ قطعا الأمم المتحدة في نظر الشعب العراقي هي لا شيء، ولا يمكن لها أن تتقدم بخطوة نحو منفعة الشعب العراقي، وكان الأولى بها أن تتجه على أقل تقدير على ملف النازحين مثلا، فيه من المآسي والانتهاكات الكبيرة ما لا يخفى على أحد، وبعثة الأمم المتحدة تتعمد إغفال هذا الملف ولا تعطيه حقه. لماذا؟ لأن الميليشيات والحكومة تريد ذلك. ملف المقابر الجماعية، عشرات المقابر الجماعية مسؤول عنها الميليشيات، والحكومة لا تتطرق لها لأنها تمس هذه الجهات، مع أن الجرائم هي جرائم حرب ضد الإنسانية. وأنا أخالف ما ذكره في البداية أستاذ نادي حرج بأنه لا تعطي هذه الزيارة شرعية، لا، هي فعلا تعطي شرعية، وإن كانت هناك إجراءات قانونية ممكن أن تتخذها بعض الدول التابعة للأمم المتحدة في محاكمات دولية جنائية، ولكن لا يمكن تفعيل هذه المحاكمات إلا إذا رفعت هذه الشرعية من هذه الجهات. ولا ننسى أن أمريكا هي من كانت تدعم هذه الجماعات المسلحة والميليشيات، وهي من كانت تحميهم، والمعارك التي خاضتها هذه الميليشيات في المناطق الغربية معروفة، كانت أمريكا هي من تدعم. فإذا لا، وضع الأمم المتحدة في العراق أمام الشعب العراقي حتى منذ حصار العراق إلى يومنا هذا هو موقف ضعيف، موقف فقط هو لتبرير عمل الحكومات المتعاقبة، وكما قلت سالفا هو أيضا لتمرير ما تريده أمريكا في العراق، ولذلك الوضع سوف يسوء ولن يصل إلى نهاية جيدة، سواء تدخلت الأمم المتحدة أم لم تتدخل، لأن القضية هي خارجة عن إطار الأمم المتحدة، وهي تخضع للإدارة الأمريكية بالمناصفة مع الحكومة الإيرانية. أشكرك، نحن قد وصلنا إلى هذه النهاية الجيدة من الحوار مع ضيوفنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في طبيعة دور الأمم المتحدة في العراق عقب لقاء بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق بالقيادة الميليشياوي أبو فدك، وموجة الغضب الشعبية التي أعقبت هذا اللقاء. لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا أيضا من جنيف في الدقائق الأولى من هذه الحلقة المدير التنفيذي لمركز جنيف للعدالة الدولية الأستاذ ناجي حرج عبر سكايب، وأشكر أيضا دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.